أهلا بكم مرة أخرى وشكرا لمتابعتكم إيانا على موقع ديلي فوركس، وإليكم تقرير حركة الأسواق لهذا اليوم. الذهب والملاذات الآمنة مثل الين الياباني واليورو والفرنك السويسري أقوياء جدا، في حين أن الدولار الأمريكي يستمر بضعفه. يقوم زوج العملات اليورو أمام الدولار الأمريكي بتحرك تصاعدي آخر ليصل لأعلى قيمة له في 3 أشهر ويبقى تصاعديا. زوج عملات الدولار الأمريكي أمام الين الياباني يخترق إلى الأسفل ليصل لحد أدنى طويل الأمد جديد تحت 107 نقاط. يزدهر زوج العملات جنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي بهدوء، وأخيراً يبدو أنه يستقر فوق مستوى 1,2750. شكراً لكم، سوف نعود يوم غد مع آخر تحديثات الأسواق.